رفع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أطيب التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وذلك بمناسبة فوز العداء سلوى عيد بلقب الدوري الماسي لسباق 400 متر لألعاب القوى للعام الثاني على التوالي بعدما فازت بالمركز الأول في الجولة الأخيرة من السباق الذي أقيم بمدينة زيورخ السويسرية وأكد سموه بأن هذا الإنجاز العالمي الجديد يجسد الرعاية الفائقة التي تحظى بها الحركة الرياضية في المملكة بصورة عامة ورياضة أم الألعاب بشكل خاص من دعم كبير واهتمام من قبل القيادة الرشيدة الحريصة دائما على تهيئة الأجواء المثالية أمام المنتخبات الوطنية لتحقيق مثل هذه الإنجازات والتي تؤكد ما وصلت إليه الرياضة البحرينية من تطور ونمها. وأكد سموه أن الإنجاز هو ثمرة لدعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للرياضة وحرص سموه على تأمين كافة أسباب الظهور المتميز لمختلف المنتخبات الوطنية مؤكدا سموه بأن إطلاق العصر الذهبي بعد عام الذهب 2018 شكل حافزا كبيرا أمام أبطال المملكة لتحقيق أفضل النتائج والمستويات وها هي سلوى عيد تهدي البحرين إنجازا عالميا جديدا لتتربع على عرش العالم في سباق 400 مترا للسيدات وتبرهن من جديد عما تتمتع به من قدرات عالية وجاهزية كبيرة للمشاركة القادمة في بطولة العالم للرجال والسيدات والتي ستنطلق في 25 من سبتمبر المقبل معربا سموه عن اعتزازه الكبير بهذا الإنجاز العالمي والذي تحقق في العصر الذهبي للرياضة البحرينية مشيدا سموه بالأداء المتميز الذي ظهرت عليه العداءة على امتداد مشاركاتها بمختلف الجولات بالدوري الماسي لتكتب قصة نجاح جديدة بأحرف من ذهب في تاريخ ألعاب القوى البحرينية بعدما كررت ذات الإنجاز الذي حققته في النسخة الماضية منوها بجهود الطاقمين الفني والإداري واللذين كانت لهم بصمة واضحة في تحقيق هذا الإنجاز والذي أكد على أرض الواقع تفوق ألعاب القوى البحرينية وريادتها على المستوى العالمي ودخلت العداءة سلوى عيد التاريخ باعتبارها أول عداءة عربية وآسيوية تفوز بلقب الدوري الماسي في سباق 400 متر للسيدات مرتين متتاليتين ويعتبر فوز سلوى عيد هو الإنجاز الثالث لرياضة ألعاب القوى البحرينية في الدوري الماسي حيث سبق وأن فازت العداءة روث جيبت بلقب الدوري الماسي في سباق 3000 متر موانع عام 2016.